ولمزيد من التحليل ينضم إلينا من موسكو الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي سي أم للأبحاث والدراسات. أهلا ومرحبا بك دكتور آصف. يعني على ضوء هذه التطورات الأخيرة في الجبهة الروسية الأوكرانية والتقدم الأوكراني على جبهة كورسك وفق ما تم الإعلان عنه من قبل الجانب الأوكراني، هل تأخر الرد الروسي أم أن روسيا لم تقم بالرد حتى الآن؟ نعم، صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين. يبدو أن روسيا في جبهة كورسك تحديدا ليست على عجلة من أمرها في هذا الموضوع، وهي دفعت بتعزيات عسكرية كبيرة لتلك المنطقة، وكانت الغاية الأساسية هو إيقاف التقدم الأوكراني باتجاه العمق الروسي. والآن بشكل عام يعني لا يوجد ما يمكن القلق حوله إن صح التسمية. يعني هذه الصورة تمثل أوكرانيا بين الفينة والأخرى بأنها سيطرت على هذه القرية أو دخلت في تلك المنطقة. تلك القرى قرى صغيرة بشكل عام، ولا يوجد يعني وإن تم دخول بعض القرى وهو فقط لرفع الروح المعنوية عند الجانب الأوكراني وليس أكثر من ذلك. يعني القوات الأوكرانية وفق تقديري أنا، روسيا تحاول استجرار أكبر قدر ممكن من القوات الأوكرانية تلك المنطقة القضاء عليها، والحقيقة أنه يوميا يتم القضاء على أعداد كبيرة من القوات الأوكرانية في تلك المنطقة. بشكل عام لا يوجد يعني زحف إن صح التسمية واسع النطاق في تلك الجبهة، والأعمال الحربية ما زالت مستمرة هناك، وتقوم روسيا بتصيد الأعداد القوات التي يمكن أن تدخل هذه المنطقة من جديد. نعم سيد آصف، يعني المستشار الألماني أولاف شولتز تحدث عن أن الوقت بات مناسبا للبحث عن سبل الخروج من وضع الحرب، هنا يشير إلى يعني عملية السلام ووقف هذه الحرب، إلى أي مدى تتفق مع ما قاله شولتز؟ سيدي، أعتقد أن وفق تقديري أنا طبعا أن روسيا أصبحت غير معنية بأي سلام في أوكرانيا حقيقة. يعني هم يعني استخدموا أوكرانيا كورقة وكأداة في مواجهة روسيا، ونجحت روسيا في نفس التوقيت باستخدام أوكرانيا كورقة في مواجهة الغرب. ما الذي يحدث الآن؟ المشكلة هي الكبرى أنه لا يدعون هذه الدعوات إيمانا بالسلام، يدعون هذه الدعوات لأن أوكرانيا أصبحت مستهلكة ومنهكة. يعني التقديرات تشير إلى أرقام مرعبة، يعني بين 80 ألف إلى 200 ألف جندي أوكراني هربوا من أرض المعركة في طوال فترة الحرب، وبالتالي لا يوجد موارد بشرية عند أوكرانيا قادرة على متابعة هذه الحرب، وروسيا تتقدم في الميدان شيئا فشيئا. الثقة معدومة بين الطرفين تحديدا. ألمانيا نفسها كانت يعني ضامنا في الاتفاقيات السابقة يعني بين روسيا وأوكرانيا، وماذا تبين بعد؟ تبين بعد أنهم يسلحون أوكرانيا في ويكسبون الوقت. لذلك روسيا لا أعتقد أنها يعني قد تقع في الفخ مرة أخرى وستتابع في هذه المعركة حتى النهاية. روسيا وفق تقديري أنا معنية باستمرار الحرب أكثر من الدول الغربية، ولكنها ليست إلى تلك الدرجة. يعني شعرت روسيا في لحظة من اللحظات بأن هذه الحرب بدأت تنعكس عليها داخليا، سواء في تململ الشارع الروسي أو في تراجع اقتصادها يتقدم، النمو الاقتصادي يحقق يعني نمو يحقق الاقتصاد الروسي يحقق نموا كبيرا، لا يوجد تململ في الشارع الروسي تجاه هذه الحرب. معركة كورسك يعني زادت تضامن الشارع الروسي حول القيادة الروسية، لذلك روسيا في أفضل أحوالها. لذلك إذا فاوضتهم المعادلة ما هي؟ المعادلة أوكرانيا روسيا الغرب، أليس كذلك؟ يعني أوكرانيا هي عبارة عن ورقة بين هذين الطرفين، وستضع روسيا شروطا وسقفا عاليا جدا إذا لم تحصل على ضمانات أمنية في أوروبا كلها مع الدول الغربية فلن توقف الحرب، ولا هي غير معنية بذلك. نعم سيد آصف، يعني في ختام الاجتماع الخاص بمجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا بقاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، طالب زيلنسكي من الغرب والولايات المتحدة مزيد من التسليح، مزيد من منظومات الدفاع الجوي، طائرات F-16، والسماح باستهداف العمق الروسي. هل يذهب الغرب للموافقة على مطالب زيلنسكي ويستفزون الدب الروسي؟ سيدي، يعني هم يقدمون حزمة المساعدات الأخيرة التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية هي نفسها، يعني جميع حزم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية كل أسبوعين مرة أو كل شهر مرة، يعني نحن نراقبها ونحسب ما تقدم الولايات المتحدة الأمريكية، تقريبا هي نفسها. لا أعتقد أنهم سيتورطون بهذه الطريقة، أعطاء تقديم أسلحة لأوكرانيا بحيث تكون قادرة على ضرب
العمق الروسي. فماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن روسيا أيضا من حقها الرد بالمثل للقضاء على مصدر التهديد. يعني إذا قدمت هذه الطائرات أو هذه الأسلحة عن طريق مطار في بولندا أو في رومانيا، فمن حق روسيا أن تضرب ذلك المطار وتقصفه لأنه يشكل مصدرا للتهديد لها. هذه نقطة. النقطة الثانية، الأسلحة التي تستخدمها روسيا تنطلق من مسافات بعيدة عن الحدود أكثر من 300 كيلومتر، لذلك لا يوجد ضمن هذا النطاق وضمن هذا الحيز لا يوجد ما يهدد أوكرانيا. لذلك لا يمكن للدول الغربية أن تقول بأن أوكرانيا بهذه الطريقة تدافع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. سيد آصف، ما هو شكل التطور المتوقع على الصعيد الميداني خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية؟ سيدي، اجتماع رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني واجتماع رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكي في يعني منذ يومين هو إشارة في منتهى الخطورة. يعني هذا السيد ريتشارد مور هو من الشخصيات الموهوبة يعني في مجال الاستخبارات، ومعروف عنه يعني بذكائه وقوته. يعني هذا الرجل يعني والمخطط يبدو أنه يرسم بطريقة أخرى. لو قرأنا تسلسل الأحداث، ما الذي حصل؟ يعني أوكرانيا كما قلت منذ قليل كانت ورقة ضغط على روسيا بيد الدول الغربية. تمكنت روسيا من خلال عملياتها العسكرية من تحويل أوكرانيا نفسها إلى ورقة بيدها هي، ولكن الغرب استخدم أوكرانيا كأداة في مواجهة روسيا. الآن ما الذي يجري؟ حقيقة الورقة تزداد قوة بيد روسيا. أنا قلت هذا الكلام قبل، الورقة تزداد قوة بيد روسيا والأداة تتآكل. الأداة تتآكل وهذا واضح للجميع، يعني ولا يحتاج إلى برهان. الآن هذا الرتم لم يعجبهم، يعني بوتين انتقل عندما شعر بأن الحرب لا يمكن إجراءها بهذه الطريقة في السنة الأولى للحرب، انتقل إلى الحرب المتدرجة، الحرب البطيئة. لم يعجبهم هذا الأمر، ولم يتوقع أن روسيا يمكن أن تحقق الانتصارات بهذه الطريقة، بل اعتقدوا أنه يمكن استنزافها بهذه الطريقة. ولكن عملية القضم التدريجي لأوكرانيا هذا يزيد قوة روسيا وقوتها الضاغطة على الغرب عموما. يريدون تحويل مسار الصراع. يأتي في هذا السياق تفجير كروكس سيتي، يأتي في هذا السياق الاعتداءات الإرهابية في داغستان، يأتي في هذا السياق الهجوم على كورس. ولكن روسيا تعاملت مع الموضوع بحكمة وتمكنت امتصاص كل هذه الصدمة. لذلك أعتقد أن هناك تحضير إما لعمل إرهابي كبير في المستقبل يشبه ذلك العمل الذي حدث في كروكوس سيتي، أو إلى تصعيد جديد يشبه ذلك التصعيد الذي حصل. نعم. في كورسك. على كل الأحوال أشكرك جزيل الشكر، كنت معي من موسكو الدكتور آصف ملحم مدير مركز GCM للأبحاث والدراسات، شكرا لك.